السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان الكرام. في هذا الفيديو هذا كاينين بزاف ديال الناس مثلا اللي كيفاش كيبغيو يديروا لاطاشمون ديال الشونتي، كاين اللي كيخدموا غير في البلون يعني بحال الافوميتري، ولكن فاش كيخدموا في الافوميتري هنا كي بحال تنقولوا كيضيع الشركة في واحد الحوايج اللي هما مهمين يعني، وما يقدرش يلاحظهم في البلون، وما كاينين في لا رياليتي في الشونتي، ولكن في البلون ما كاينش. بحال اش هاد البلون، انا ناخذ لكم مثلا، انا هاد البلاصه دابا البلاصه اللي فيها انا هي هذه، هاي يعني هاي اول حاجه عندي هنا 3 67، هنا ما عطينيش. الا كان مثلا شي حاجه ما عطيناش لك الاخوان وعندك لي شير باش نخدم البلون، عطي لك لاشيتيك كتشد هاد الكيتش هذه، هي هذه كتعاونك تشوف لي شير باش خدام. دابا هنا في لي شير اللي عندنا حنا ديال 1/100، يعني هي هادي، يعني هادي باش نحسب انا نعرف المسافه شحال عندي. دونك عندي مثلا انا هنا، هيا ناخذها من هنا حتى لهنا، هي تقريبا 7.45، يعني بحال اللي تقول عندي هنا 7.45، يعني لا لونغور 7.45 ولا لارجور 3.67. هي بغيت نتاكد من 3.67، ها هي 3.67 اخوان. دونك المهمه اللي بغيت نهضر لكم ماشي هي هادي، هي انا بغيتي دابا انت تحسب المتر مثلا نديرو ديال المرطوب، شنو غدير دابا ديال الحيط؟ غدير مثلا 7.45 في الطابلو ديال المتر، 7.45 مثلا عندك هذا هو الطابلو لونغور، هنا مثلا عندك النومبر لونغور لارجور لوتر. المهم هنا غيكون عندي منو جوج، لان هيا من هنا ومن هنا لونغور قلنا 7.45، 7.45 لا لارجور ما تيكونش لانه بالمتر كاري، لاوتور ندير ناخذ مثلا 3 متر عندنا في لاوتور. مزيان ندوز الجهه الثانيه جوج، 3.67 لاوتور 3، مزيان ها ندير التوتال. دونك فاش كنجي لارض الواقع نقدر ما نلقاش هاد 7.45 3.67. هذا مثلا انا غادي نعبر من القنت للقنت نشوف شحال غادي تعطيني. المهم انا الاخوان عند ربط الحيط شحال عطاتني 3.72، يعني هي عطاتني اكثر من اللي عندي في البلو، يعني انا ضيعت واحد. المهم هذه 4 سنتيم تقريبا ماشي مشكل، غنجرب عاوتاني ليه، اللي هي عطاتني 7.74 7.75 تقريبا، وانا شحال عندي في البلو 7.45، يعني هنا بحال دابا هنا عندي زايده هنايا. وانا المهمه اللي بغيت نهضر لكم عليها هي هذه، هي دابا كنجي لهنا فاش غنعبر انا دابا 7.74، راه في الطول راه كنضيع هذا، راه ما كنزيدش هذه البلاصه، هذه هي اللي من هنا واللي من هنا، ها هي راه ما كنحسبهمش في البلون. الا كنت نحسب من البلون يعني راه كنشد من القنت حتى للقنت فاش نحسب هذا الطول هذا كامل، راه هذه راه ما تكونش عندي باين في البلون، يعني هذه ما غاديش نزيدها، انا ضيعت الشركه هاي. يعني كيما كتشوف هنا في البلون ما عنديش بوطو خارج باش نزيدها، عندي النيفو عادي، يعني نشد مثلا كانت نفس العبار اللي عندي هنا مثلا 7.75 مثلا 7.75 النيت اللي هنا كاين هنا، وكيفاش غنجي لهنا في الشونتير عندي واحد الخروج هنا، يعني هاد البلاصه من هنا ومن هنا راني ما حسبتهاش، يعني هنا ضيعتها. بقى تقول لي حق المرطب ماشي مشكل كيدير مثلا قدا وقدا، ها هي مثلا شحال عندي هنايا فيها، عندي 19 قول 20 سنتيم، 20 سنتيم غنضربها في جوج، 20 سنتيم 20 سنتيم، هيا الاخوان عطاتني 1.2 متر كاري ديال من هنا ومن هنا، يعني هذا راه ما حسبتهاش الاخوان، يعني 20 في 20 ضربتها في جوج ضربتها في لاوتور 3، ها هي 1.2 غنزيد لهنا، ها هي عندي حتى من هاد الجي، يعني ها هي 1.2، يعني ها هي 2.4 متر كاري. ديك الساعة ضربها انت شحال معمر المرطوب، نديرو المرطوب ماشي مشكل، ولكن الاخوان فين غتكون مهم هي إذا كان عندك غتخدم مثلا هاد البلاصة هادي بشي ارتيكل اللي غالي، بحال دابا نديرو مثلا رخام ولا الزليج تراديسيونيل ولا شي، المهم شي زليج اللي غالي. دابا هاد 2.4 وانت مثلا عندك الزليج كيدير 1000 متر 1000 درهم في المتر، هو 2.4 ضربها في 1000 يعني 2400 درهم هي مشاتك من هادي إذا خدمتي بالبلون. وإلا بغيتي تخدم في البلون وما طيحش في هاد الخطأ، كاين قضية وحدة أخرى اللي هي فاش تبغي تحسب مثلا هنا غتجي تشوف هاد البوطو هذا في البلون ديال البيتون ارمي، البلون فراياج غتشوفو ديالاش عندك. مثلا هذا عندي مثلا بي 6، غنمشي بلون مثلا ديال الفراج غنقلب تقطع غنلقى بي 6 عاطيني مثلا فيه 40/40، مزيان. فاش غنجي لهنا انا مثلا عندي في هذا 20، دوك غنعرف نورمالمون بان هذا غيخرج من هنا ب 20، لان ما يمكنش يخرج لبرا، يعني يدخل ب 20
غتكون هاكا في 40 وهاكا 20. يعني فاش غنبغي نحسب ديك الساعه من البلون راه باينه 7.75 هي هادي، غنزيد عليها هادي من هنا و20 من هنا هاكا راه مزيان. يعني هادي هي الطريقه اللي راه مهمه وما كيلاحظوش الاغلبيه ديال لي تيكنيسيان اللي كيخدموا لافوميتري في البلون ما كينتابوش بها، ما كينتابوش لها كاع في خطره. دونك هذه ملاحظه مهمه ونتمنى بانكم تاخذوها بعين الاعتبار الاخوان، وشكرا على المشاهده. واللي بغى يسول ولا شي حاجه يدخل للانستغرام ديالي، غادي نحطو لكم في الديسكريبتيف او الجروب النيت ديال الجروب ديال تيكنيسيان دي باتيمون، ولا كان شي حاجه ولا هذه وفي شي استشارات ولا شي حاجه. يلا اعانكم الله الاخوان.